شارك كل عام هنايا هذه المده تقريبا 13 سنوات نجي لهنايا مع هذه الجائحه ديال كورونا دارت شويه قاسحه حيت الناس كانوا قاعدين وبنادم تيدور هنا ولكن من المقديه وتيتقداو هذاك الشيء الرخيص عند علاش حتى هما الله يكون في العوان وكاين ناس اخرين تيعاودوا يشجعونا تيتقداو عندنا حوايج اخرين ونطلبوا من الله التيسير العام الجاي مدروكا غادي الناس هنا مزيانه والبركه راه كاينه على الخت عندنا بركه وديما تيلاقينا الله مع جوره زوينه وهذاك هو الربح حتى الناس ديال وجده الله يعمرها دار تنطلبوا من السلطه اللي تحلنا الحدود اللي كنا ناكلوا معاهم الخبيز وتيجيو الناس ديما تيتقداو عندنا بكثره بزاف وعلاش خوتنا الجزائريين حتى هما تيجيو يتقداو عندنا حنا ما نمشيوش لعندهم تنبقاو نتشيروا لهم تيتشيروا تيبقى فينا الحال ونطلبوا من الله من هنا لقدام يطلقوا الحدود بينا وبينهم ونمشيو عندنا ويجيو عندهم وتا هاد الناس ديال بركان ولا احفير ولا الله يصلح ويعمر هضر ديما كل عام تيجيو لعندنا وتيتعاونوا معنا وتيتقداو عندنا القليل والكثير. انا من الاردن اسمي ضياء واول مره بشارك بالمعرض السعوديه والحمد لله يعني ما توقعت انه يكون فيه هيك اقبال والتنظيم كثير رائع والمشرفين على المعرض يعني قايمين بدورهم على اكبر وجه وبنشكر الامن يعني لانه كثير كثير رادين بالهم وكثير المعرض حلو ومرتب وفي اقبال كثير عليه والاسعار يعني كثير مناسبه وموجوده يعني البضاعه تبعت المغرب والبضاعه المستورده كمان والاقبال شديد يعني ونوجه تحيه يعني لاهلنا اللي داخل المغرب ولخارج المغرب وان شاء الله العام الجاي بكون الاقبال اكبر واكثر والحركه بتكون احسن. تندير مع هاد الناس هادو المعرض صافي شي 16 عام ولا 17 عام واجهت كورونا دمرتنا ودمرت الناس كلهم مي اجواء راها غادي الحمد لله كتحسن واخا داك الغياب كورونا عامين مي ما بقاش المعرض كي كان واخا ما بقاش كي كان ما ظنيناش حنا المعرض غادي يكون هكا الحمد لله اجواء مزيانه الدنيا عامره التجاره راه غاديه الحمد لله مزيان والسكريتي مزيان والامان هنايا مزيان وطلعوا فينا هاد الناس هادو والحمد لله هذا ما كان وتنشكروا الناس ديال هاد الناس هادو كبروا بينا وتعاونوا معنا.